السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم يوميات بيتي معنو. النهاردة بإذن الله هنعمل تاتو الشفايف وهيبهرك جدا وجميل جدا، وكل حاجة عندنا في البيت او كل مكوناتنا هتبقى موجودة معنا في البيت او هتشتريها من عند العطار، مش هتتوهي كتير. يعني اول حاجة لازم قبل اي مورد للشفايف او مثلا زي الوصفة اللي انا هعملها اللي هي تاتو الشفايف، قبل اي الحاجات دي لازم نعمل تقشير للشفايف عشان بيشيل اي خلايا على الشفايف وبيشيل الجلد الميت وبيجدد اللي هو ايه الشفايف، بيجدد الجلد اللي حوالين ايه الشفايف نفسها. ولما نيجي نعمل تقشير للشفايف نعمله ازاي؟ حطيت معلقة سكر تمام، واحط معلقة زيت زيتون تمام. وانا قصدي بقى لما نيجي نحط ما نحطش على الشفايف بس، شايفين الحتة اللي بتبقى فوق وتحت دي اللي هي بتاعة تحديد الشفايف دي، برضو تعمليها داير ما يدور كده، يعني حركة دائرية للشفايف. حطيت اهو معلقة زيت زيتون اهو يا حبايبي، معلقة زيت زيتون على معلقة سكر وهقلبها جامد. ده اول حاجة، ده الماسك بتاع التقشير، قلبه كويس جدا اهو. ده يا حبايبي قبل ما تعملي اي حاجة في شفايفك، ده حتى الروج، يعني حتى الروج اللي بتحطيه في شفايفك لازم قبله تعملي المكون ده. ده هتعمليه كم مرة في الاسبوع؟ هقولك ممكن تعمليه مرتين، مرة حسب ما انت عايزة تمام. دي اول حاجة، ادينا جبناه وعملناه وعملنا تقشير للشفايف. هنعمل بقى ايه التاتو الشفايف هنعمله ازاي؟ واحدة واحدة ومع بعض. معايا جيلاتينا، الجيلاتينا ده هتجيبيه من عند العطار، قولي له عايزة جيلاتينا نباتي، هتجيبي بأي مبلغ، ممكن تجيبي بخمسة جنيه، هيفضل عندك وكتير وهنحتاجه في حاجات كتير. جيلاتينا اللي هو الطعام ده اللي بنعمل بيه ايه الكاتشب، عملنا بيه قبل كده برضو على القناة الكاتشب والكلام ده. تاخدي معلقه كده وهتحطيها، عايزه تضاعف الكميه وتعملي كتير وتحطيه في التلاجة مفيش اي مشكله. وهيبقى معايا حوالي معلقه ميه سخنه، ولازم تكون سخنه عشان الجيلاتينه تعمل معانا مفعوله. احط معلقتين مثلا عشان الجيلاتينه بتدخل تمام يا حبايبي. كده معايا واحده واحده، والوصفه دي هتعمليها هتدعيلي بجد عليها اهو. هتفضلي تقلبي لغايه ما تديكي السمك التقيل. انت كل ما هتقلبيها وهتسيبيها دقيقه ولا دقيقتين هتلاقيها بردت وتخن معاكي جامد اهو. بص هو بدا يتخن تمام يا حبايبي اهو. هجيب بقى معايا ده دم غزال او لون طعام اللي متواجد عندك، وما تقلقيش خالص ما فيش منه اي ضرر. هناخد منه مقدار بسيط خالص، شعراية كده او اقل كمان اهي. دي هتعمل معاكي بصي نقطة واحدة منه اهو. بصوا حبايبي اهو بيعمل مفعول سريع، اللون اصلا مش محتاج، ما تقلهوش عن كده عشان يديكي شفايف وردية اهو يا حبايبي. تقيل خالص معايا اهو، كل ما بيقعد كل ما بيتقل. بصوا حبايبي هنبدا نوزع التاتو الشفايف ده ازاي. هنوزعه بدي، عارفين دي بتاعه الودان، هي مش هتحتاجي غير ان انت اهو كده هتحطيها في الخليط اللي احنا عملناه سوا اهو، وهتبداي بقى تمشي بيه على شفايفك كده وتحددي الشفايف كلها، وهيبقى معاكي زي الفل وكل حاجه في بيتنا وكل حاجه استخدمناها، وهيديكي نتيجه رائعه رائعه رائعه. شفايفك بيه هتسيبيه لمده ربع ساعه
وبعد كده هتحاولي تقشريه بالراحة، هتشديه كده، هتشديه من على الشفايف كده بالراحة واحدة واحدة، هتلاقيه اتشد معاكي خالص، لان ده هتبقى طبقة زي ال هقولك زي هتبقى زي قشرة السمك كده، هتحطيها وتشيليها بالراحة هتتشال معاكي. في حاجة بقى، بصوا اهو، في بقى اخت حبيبة قلبي بقى نبتكر بقى تقولك طب وده يا نوجة ينفع يكون مورد خدود؟ هقولك لا يا حبيبتي ما ينفعش خالص، انا هعمل لك مورد الخدود، وهنعمل المخمرية، وهنعمل معطر الجسم، وهنعمل اللوشن، وهنعمل كل حاجة مع بعض. بس خليكم معايا لاخر الفيديو، وقناتي هتكبر بيكم. لو انت اول مره تشوفيني دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويا رب اكون فدتكم. وبجد بجد بجد هيبقى تاتو جميل جدا ومش غالي، وما كلفناش اي حاجه خالص. باذن الله تكون الطريقه عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.